مقدمو خدمات التعليم ختم ينظمون بالعاصمة نواكشوط ندوة تتناول بالمعاناة واقع مقدمي الخدمات في الأسرة التربوية. مقدمو خدمات التعليم أكدوا أنهم لم يتلقوا رواتب طيلة العام الدراسي المنصرم، مطالبين بوضعهم في وضعية تسمح بأداء المهمة التربوية، وذلك عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية. مقدمي خدمات تطوعوا سنة كاملة، ما كانوا يجبروا رواتب وكانوا مديرة في وضعية غير ما تركهم في الطريق اللي ماشيين فيه، لأنه أولا يعتبروها قاع واجب وطني يقرموا اللي يعتبروا عن عندهم حقوق على الدولة، وبالتالي لا بد تنعطى لهم من دار وضعية طبيعية ولا خارج وضعية طبيعية دون ترسيم. أصحاب خدمات التعليم أعدوا بياناً تضمن مشاكل عدة كان من أهمها عدم منحهم علاوات. فالعقد الموقع معهم ليس قانونياً ولا يحترم النظم الوطنية الدولية، والراتب زهيد لا يغطي أبسط تكاليفهم الأساسية، ومحرومون من العلاوات، مع العلم أن جميعهم يزاولون مهام في الداخل بعيداً عن أماكنهم الأصلية، وفي ذلك ما فيه من تكاليف ومصاريف تجاهلتها الجهات المعنية. وشارك في هذه التظاهرة عدد من البرلمانيين الذين طالبوا الجهات الرسمية إلى الاستجابة لمطالبهم باعتبارها الأهم في عملية إصلاح التعليم. أنا وضعية حساسة، وضعية للأسف شديدة ما انقبلت في عين الاعتبار يعود رافع لإصلاح التعليم به الوضعية اللي فيهم. ويأتي تنظيم مقدمي الخدمات لهذه الندوة التي حملت شعار مقدمو الخدمات بين مطرقة الإصلاح وسندان المعاناة والتهميش بعد أقل من أسبوعين من بدء العام الدراسي المقبل. وكان مقدمو الخدمات قد نظموا مؤخراً وقفات احتجاجية منددين بتدني الراتب، مؤكدين أنهم سيواصلون نضالهم حتى تحقيق مطالبهم التي يصفونها بالملحة.